مرحبا بحضراتكم، خلوني ابدا معاكم من اهم وابرز الاخبار على الساحه وهي انتخابات الاتحادات المصريه المختلفه. خلوني اتكلم بكل امانه عن ان احنا تابعنا ملحمه كبيره جدا من هذه الانتخابات وظهور كوادر شابه مميزه. معايا النهارده عبر الزوم واحد من هذه الكوادر المصريه المحترمه جدا، واحد من ابناء اتحاد الجودو، والنهارده اصبح رئيس مجلس إدارة هذا الاتحاد. اكتسح محمد مطيع انتخابات الجودو أمس بعد حصوله على 18 صوت مقابل 7 لمرزوق علي منافس وهو رئيس الاتحاد السابق، ومستوى من المرشح أحمد صابر ليفوز رسميا برئاسة الاتحاد المصري للجودو. كمان جاء تشكيل المجلس كالتالي: طارق عز الدين وحسام الدين وعوض الله وأحمد عبد الحميد ومصطفى وياسر محروس وإيهاب أبو زيد ومحمد سيد أحمد ومحمد المنشاوي. يسعدني أن يكون معي عبر سكايب رئيس الاتحاد الجودو محمد مطيع. محمد برحب بيك، أكيد سعيد أن أنت معايا النهاردة وفخور بنجاحك. أكيد أنت كادر شاب محترم يستحق التقدير، ومهمة أكيد ستكون صعبة. ربنا يخليك يا استاذ احمد، انا اللي اسعد وبتشرف بوجودي على قناه اون تايم سبورت. أكيد هدخل معاك بدون تسخين. واحد من أبناء هذه اللعبة، كنت لاعب مميز لمنتخبنا الوطني، بالتالي عينك من زمان وانت على هذا المكان. حضرت لهذه المرحلة دي ازاي؟ والله الحمد لله. يعني اولا انا حابب طبعا اشكر الجمعيه العموميه على الثقه اللي هي يعني شرفتني بيها انا وزملائي اعضاء مجلس الاداره الجدد. دي طبعا اول حاجه. تاني حاجه انا بقدم الشكر للاستاذ مرزوق ومجلس الاداره السابق على الفتره اللي فاتت، اللي اكيد كان فيها حاجات كويسه طبعا، وعمل حاجات ان شاء الله لو هي احنا كويسه نقدر نكمل عليها ونبني للي جاي عشان نوصل لنتيجة كويسة في أولمبياد لوس أنجلوس إن شاء الله. ان شاء الله. خليني اتكلم معاك بمنتهى الامانه. النهارده الناس بتامل ان هي تشوف الاتحادات المصريه فقط، ليس فقط على المنصات الافريقيه ولكن في الاولمبياد كما ذكرت. هل هناك تحضير جيد لهذه المرحله؟ اتكلمتوا ازاي؟ اكيد طبعا الموضوع لسه ما خدش وقت، لكن اكيد انت في اجندتك والبلان تبعك خطه ممنهجه لتطوير اللعبه في مصر بالتاكيد. بص الحمد لله، طبعا الجودو في مصر لعبه من الالعاب المعروف ان هي الحمد لله بتبقى دايما من الالعاب اللي موجوده على منصات التتويج العالميه. عندنا طبعا كابتن رشوان، ده الاسطوره بتاعتنا والقيمه والقامه اللي احنا كلنا بنفخر بيها، وعندنا الكابتن هشام مصباح طبعا صديقي واخويا وبطل اولمبي وبطل عالم، وعندنا كابتن رمضان درويش وكابتن اسلام الشهابي. الحمد لله احنا عندنا قامات كبيره جدا في الجودو. بقى لنا فتره ممكن متغيبين شويه عن المشهد نتيجه تغيير الاجيال، نتيجه عده عوامل. ان شاء الله الفتره الجايه احنا عندنا جيل من الناشئين على مستوى عالي جدا، ان شاء الله نقدر نحضره ونستعد بيه لبطولات الناشئين اللي موجوده حاليا، بطولات العالم اللي موجوده حاليا، اللي ان شاء الله من المرجح بشكل كبير ان احنا يعني يبقى عندنا بطوله عالم في مصر، وده يعني الدوله ان شاء الله بتعمل عليه يعني. وان شاء الله المجهود دوت يكلل في النهايه بنجاح باذن الله نتمناه طبعا في اولمبياد لوس انجلوس باذن الله. إن شاء الله أكيد كلنا في ظهرك، لكن خليني أهنيك على هذا الترحيب الكبير اللي شفناه امبارح من كل المحبين لرياضة الجودو في مصر. تابعت لحظة بلحظة الموضوع على منصات السوشيال ميديا، تعاملت مع هذا الموقف إزاي؟ والله بص طبعا الصراع الانتخابي صراع شرس جدا، يعني الحمد لله كان صراع محترم. بقدم فيه الشكر والتقدير لكل الزملاء اللي كانوا متنافسين سواء على منصب الرئاسه او على منصب العضويه. احنا خلاص الحمد لله الانتخابات خلصت وخلصناها، نبدا يعني ان شاء الله بقى في الشغل، لان في حاجات كتير جدا لازم تتعمل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. عندنا انشطه كتير، عندنا التاهيل هيبدا، عندنا بطولات الجمهوريه والمناطق، عندنا الناشئين والشباب لازم نبتدي نشتغل معاهم. يعني احنا ما عندناش وقت خلاص يضيع اكتر من كده. صحيح. ده على المستوى يعني العمل على مستوى الاتحاد. اما على مستوى امبارح فالحمد لله انا بشكر جدا 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 الجمعيه العموميه تاني، والحمد لله كان في مكالمه امبارح مع سياده الوزير هنا فيها مجلس الاداره، وانا بشكره ووعد بتقديم كل الدعم للاتحاد الفتره الجايه
وطبعا يعني كعادة سيادة الوزير طلب مننا ان احنا نشتغل باقصى يعني مجهود، بحيث ان احنا ان شاء الله في اولمبياد لوس انجلوس باذن الله يعني نقدر نعمل نتيجة او ميدالية باذن الله. استاذ محمد، خليني اكون معاك يعني اكثر عن قرب. كل المشاهدين اكيد ابنائهم بيتمنوا ان ترجع الشعبيه للجودو وترجع اكيد التربع على عرش البطولات، لكن هل هناك نيه لزياره الاقاليم، زياره المحافظات، استكشاف مواهب كما تابعنا هذه الامور منذ سنوات؟ هل دي من ضمن اهميتك في الفتره اللي جايه وخططك ولا لا؟ بص طبعا، بص اكيد اكيد الـ الـ بص البطوله دايما بتطلع من رحم المعاناه. ف يعني لو احنا ذاكرنا شويه التاريخ بتاع الابطال بتوعنا في الجودو، دايما هتلاقيهم طالعين من المحافظات اللي احنا بنتكلم عليها يعني. فطبعا يعني وانا في الجولات الانتخابيه انا كنت بشوف اماكن محتاجه ان احنا يعني مجرد ان احنا هنساعد بس مساعده خفيفه جدا، لا هي اوريدي الناس دي بتطلع ابطال، بتساهم بشكل كبير جدا في تقديم اللاعبين الواعدين للمنتخبات القوميه. اكيد انا هزور المحافظات ديت يعني اكيد، وانا وعدت بكده في الانتخابات وقلت لهم ان هي مش زيارات انتخابيه بس، وان شاء الله ربنا يقدرنا انا وزملائي في مجلس الاداره ان احنا يعني نعمل الكلام دوت. لان انا في الاخر قبل ما اكون يعني الحمد لله رئيس اتحاد دلوقتي، انا كنت لعيب وكنت بطل افريقيا في اللعبه اللي انا يعني بمثلها دلوقتي عارف اداريا على طبعا، راس اللعب. عارف انك يمكن الناس كلها، انا مش حابب ان انا اقول برضو السيره الذاتيه بتاعتك، لكن انا عارف انك بطل. وكنا وانا لسه ببدا حياتي على مستوى الميديا كنت مراسل وبعمل معاك لقاءات، فالنهارده شاءت الايام النهارده تبقى انت رئيس وانا مذيع واقدم معاك نفس الحمد الحوار، لله. فبالتالي بينا ذكريات 10 سنوات يعني. ده شرف ليا والله يا استاذ لكن احمد، ربنا انا يخليك. سعيد على المستوى ان انت كادر شاب، لكن خليني برضو اتكلم عن زملائك اللي انت تم اختيارهم بعنايه الناس اللي هم اللي انت اخترتهم كأعضاء القائمة يعني. طمني على التكليفات، طمني على توزيع المهام، اخترتهم ازاي، اتكلمت معاهم في ازاي عشان يبقى الموضوع في الفترة اللي جاية يبقى مناسب. بص الحمد لله يعني الجمعية العمومية امبارح يعني احنا شرفنا يعني باختياراتها، هي اختارت يعني ان شاء الله يعني قائمتي، انا مش عايز اقول بقى قائمتي خلاص، هم اعضاء مجلس الاداره يعني، ومعانا زميل كابتن ياسر محروس، وهو خلاص ما بقاش من يعني من حاجه تانيه، هو خلاص عضو مجلس اداره زميل، وهو صديق قبل اي حاجه، وكان لاعب طبعا وكان بطل ولاعب محترم. احنا حاليا في المرحله بتاعت ان احنا في انتظار اجراءات التسليم والتسلم بتاعت الاتحاد. وانس ان الخطوه ديت اتاخدت خلاص، احنا ان شاء الله هنبدا في تشكيل اللجان على طول باذن الله. حاجه تانية هنبدا نغطي الخطه بتاعت الموسم، ان احنا نبدا لان الموسم متاخر وكان في تعطيل في الموسم اللي فات، الكلام ده طبعا مؤثر بشده على المنتخبات. عندنا التزامات واستحقاقات دولية كبيرة الفترة الجاية لازم نشتغل عليها عشان نرجع يعني نقدر نحط مصر في المكان اللي احنا كنا متعودين عليها، واللي ان شاء الله انا وزملائي مجلس الإدارة هنحاول ان احنا يعني في اقصى سرعة نرجعها تاني بدعم الدولة المصرية اللي دايما بتقف مع الرياضيين والابطال الرياضيين، وطبعا سيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي. طب لو كلمتك عن مسمى الاتحاد، الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكودو، النهارده هتتعامل مع الرياضيين في السومو والايكيدو، هتتعامل معاهم ازاي؟ لان الاغلب دايما بيقول لك الاتحاد المصري للجودو. بص طبعا انا عايز اقول لك ان هم ثلاث روافد، الرافد اللي هو الرافد الاول اللي هو الجودو طبعا، وده الرافد الاساسي والاكثر شهره في الوسط، وهي رياضه الجودو بحكم ان هي اللعبه الاولمبيه اللي موجوده في الاتحاد وهي الابطال الاولمبيين بتوعنا فيها. انما انا عايز اقول لك ان لعبه الايكيدو فيها عدد ممارسين كبير جدا 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 جدا، لعبه واخده قطاع يعني عايز اقول لك ان هي إلى حد كبير جدا لعبة ناس الصفوة. إحنا الحمد لله يعني عندنا زملاء في مجلس إدارة متخصصين في لعبة الأيكيدو زي اللي هو طارق عز الدين، زي النائب أسامة عوض الله. الناس دي كانت أبطال في الأيكيدو ومتمرسين فيه، وإن شاء الله دي من ضمن الملفات اللي هم هيبقوا مكلفين إن هم يتابعوها طبعا بالتنسيق مع مجلس الإدارة. أما بالنسبة للعبة السومو فهي لعبة للأسف ظلمت بشكل كبير الفترة اللي فاتت.
ان شاء الله باذن الله يعني هندعمها، هي فيها ابطال عالم وابطال دوليين، مصر كانت معروفه بيهم. ان شاء الله احنا بمعاونه الدكتور اشرف باذن الله وان احنا نرجعها تاني للنشاط الخارجي، واللعيبه بتوعنا اللي هم ابطال عالم يرجعوا تاني للبطولات بتاعت العالم، وان شاء الله يحققوا مكاسب. وطبعا عشان نوصل للحته ديت لازم نوسع القاعده بتاعت المشاركه هنا في مصر، ونبدا النشاط المحلي بتاعها ونتوكل على الله فيها باذن الله. أخيرا طبعا بقول لك مبروك، ولكن قبل مبروك وقبل أي شيء أكيد هي مهمة صعبة، طموح محمد مطيع كرئيس للاتحاد المصري للجودو. لا معلش الصوت قطع ما سمعتش. أقول لك طموح محمد مطيع كرئيس الاتحاد المصري للجودو في الفترة المقبلة. بص طبعا الطموح ان انت هتشتغل وهتقدر يعني تعمل اللي انت تقدر عليه عشان يكلل بميداليه اولمبيه، يعني قمه الهرم بتاع النجاح اي رئيس اتحاد ان هو يحرز ميداليه اولمبيه. انا يعني اتعشم في ربنا طبعا سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نعمل الكلام دوت. احنا هناخد بالاسباب كلها، وانا مطمن جدا 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 لدعم الدوله اللي انا شفته بعيني خلال الدوره السابقه والدوره اللي قبلها، ويعني الدوله الحقيقه ما بتاثرش خالص ماديا وفنيا. ان شاء الله انا منتظر الكلام دوت، إن شاء واحنا الله باذن الله يعني هنحقق الميداليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والعمل اللي احنا هنعمله باذن الله. أستاذ محمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق، كل الأمنيات لهذا الاتحاد أن يعود لسابق عهده وأن يتربع على منصات التتويج بيك وبرجالة المعاونين ليك في مجلس الإدارة. شكرا ليك، وكنت سعيد أن أنا معاك. ربنا يخليك يا استاذ احمد، انا اسعد واتشرف بيك دايما، كتر الف خيرك. أكيد.